السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وان شاء الله تكونوا كامل فرحانين. وليت لكم بعد الفيديو الاخير تاع الصح، راني فخوره بكم على التعليقات على رايكم وعلى كل شيء. اليوم راني في مكان العمل تاعي، حبيت نحكي لكم على شيء مهم جدا جدا فيما يخص العمل. اي استاذ او اي متقدم للتدريس راح يطلبوا منه درس تجريبي. الدرس التجريبي هذا هو عبارة عن درس يقدم أمام مختصين، سواء مجموعة من الأساتذة في نفس المجال، ومن خلاله الأستاذ راح يوري مهاراته في التدريس. وفي الفيديو تاع اليوم حابين نعطيكم أسرار النجاح في أي درس تجريبي. يعني إن شاء الله أي درس تجريبي تفوتوا راح إن شاء الله تخرج وانت مقبول بإذن الله. إذا يهمكم الموضوع تاع اليوم ما تنسوا الاشتراك في القناة، خلوا لي رأيكم في القناة تاعي، خليكم معي. وأول حاجة نبدأ بها هو اللباس. كما راكم شايفين مثلا أنا راني لابسة فورمال. لماذا نخيروه دايما كيكون الأمر متعلق بالعمل؟ اللباس الرسمي يعطي لك لمحة من الجدية، يعني أي واحد يشوفك يأخذك بمحمل الجد، ويكون عنده قابلية للثقة في معلوماتك أكثر من أنه تروح كاجول، يعني تروح بسروال جين وتروح بتيشيرت ولا بتروح بخمار ملون وإلى ما ذلك. لذلك يفضل في أي درس تجريبي أنه تروحوا بلباس فورمال، يكون أي لون ما كاش مشكل، لكن يكون أكيد قليل الألوان. بالنسبة للنساء المتحجبات الطرحة من الأحسن تكون هذا اللون لون حيادي، يعني حتى الإنسان ما يتولهلهاش. كذلك المكياج ما يكونش مكياج ثقيل بزاف حتى تولي تبان كشغلك رايحة الحفلة. من الأحسن نحافظ على البساطة، وحتى الأكسسوارات تكون عبارة عن ساعة أو تكون عبارة عن إسور بسيط، حتى الإسور ممكن تستغنوا عنه. الخواتم أكيد ممكن تحطوا خواتم لكن ما تكثروش، إذا كان عندكم سلسلة تحطوا سلسلة هكايا، ولا أصلا ما تحطوش ماشي مشكل، لكن على العموم نبقي على المظهر تاعنا بسيط. ثاني شيء، على اي استاذ راح يتقدم لاي وظيفه لازم يغير الفكره تاعو، يعني الفكره تاع انا راني محتاجكم لازم توظفوني، يعني ما عنديش فرصه واحده اخرى. تروح بفكره انه انا راح نقدم قيمه ثريه جدا وتحتاجوني اكثر ما نحتاجكم. كي تروح بالمنطق هذا ولا كي تروح بالفكره هذا، راح تكون طريقه كلامك طريقه عرضك لنفسك مختلفه جدا، وتكون عندك ثقه كبيره في نفسك. واكيد اكيد حبيت نقول لكم انه العمل موجود في كل مكان، لكن عليكم تعرفوا كيفاش تقدموا روحكم وكيفاش تبيعوا الشخصيه تاعكم للمشتري او صاحب العمل. ثالث شيء اللي لازم تعرفوه ولازم تديروه هو التحضير للمقابلة، التحضير الجيد جدا. يعني انت صاحب الاختصاص فعندك دروس اللي يجيوك سهلين، واكيد كاين دروس اللي عندك فيهم معلومات زيادة وممكن تعطي بطريقة اكثر مراحل. يعني كاين انا عندي دروس في الفيزياء مثلا، كاين دروس اللي نقدر نمدها ونحب كي نمدها، كاين دروس اللي يجوني ثقال. فانا من الاحسن اذا جيت نروح ندير درس تجريبي نروح نجيب الدروس اللي نحسها خفيفة ظريفة ونقدر نمد فيها احسن. كذلك ننصحكم فيكم في طريقة التحضير، وهذا السر تاعي، ان تحضروا ورقة فيها خطة سير الدرس. في هذا الدرس راح نشوفوا كذا وكذا وكذا، مثلا ثلاث نقاط بدون تفاصيل. لماذا؟ لانه كي يشوفوا هكذا يعرفوا بلي انت راك منظم، طريقة عملك منظمة. كذلك راح تخليهم يركزوا على النقاط الاساسية، ممكن كذلك تكتب اسئلة ولماذا، فراح تخليهم يركزوا على النقاط اللي عطيتها لهم، وحتى اخطائك راح تبان قليلة جدا. رابع شيء اللي هي تلعب على سيكولوجية المستمع. يعني انت كي تدخل اول شيء لازم تبتسم، لان الابتسامة هي مفتاح القلوب. يعني يكذب عليك انه مستحيل تحب انسان اذا ما كانش مبتسم، حتى ولا يكون ما نعرفش يكون. لذلك من الاحسن انه تبتسم، تحط some jokes، تحط بعض النكت في الدرس تاعك، تضحك شوية الحاضرين حتى اذا كانوا جديين بزاف، لانه في الحقيقه لازم يديروك هكذا باش يخوفوك ويخرجوا كل يعني كل ما في شخصيتك. اذا تلقاهم هكا، لكن في الحقيقه هما اشخاص عاديين، يمكن ان تضحكهم، يمكن ان تكسر الجليد والايس بريكين هذاك ممكن يكون، تسالهم على اسمائهم، تحكي لهم اسمك والى ما. هذه
النقطة بالذات راح نعطيكم واحدة النصيحة أنا شخصيا نديرها، هي سؤال الحاضرين حتى إذا كانوا أصحاب الاختصاص كانوا خارج الاختصاص، أسألهم على الدرس تاعك. يعني أنت تعطي الدرس بعدين أسأل سؤال، لماذا؟ هذا راح يعطي لهم إرباك، وهذا الإرباك راح يخلي التقييم تاعهم أنه هذا الإنسان لو يعرف أنا ما نعرفش، راح يخلي عندهم واحدة تذبذب، وهذا راح يكون تذبذب هذاك في صالحك. لذلك أي درس تجريبي أي مدرسة تروحها أسأل الحاضرين، أقعد تسأل أسأل. الشيء الخامس والأخير وبزاف مهم، أنه كي تكون تمد الدرس تاعك لازم تعرف أنه أنت صاحب الاختصاص، أنت الأستاذ والباقي جايين يسمعوا لك. يعني ما تحسش بالإرباك، خاصة إذا عطوك سؤال وما عرفتش تجاوب عليه ممكن جدا تقلبها على شكل نكتة وتتجاوز الأمر وخلاص. خيرا، الخطوة الأخيرة هي أنه قبل ما تروح للمدرسة اللي تشتغل فيها عليك أنه تعرف وتسأل على المواد اللي يستعملوهم أو التولز اللي يستعملوهم، هل عندهم صبورات ذكية، هل يستعملوا اللوحات الرقمية، هل يستعملوا اللابتوبس، هل يستعملوا كذا وكذا. فمن الأحسن أنه تعرف، لأنه من الكثير من الأساتذة يجوا لمدارس مثلا مثل مدارس في إسطنبول عندهم لوحات ذكية، لكن للأسف الشديد ما عندهم حتى معلومة كيف يستعملوا اللوحة الذكية. إذا رحت المدرسة وعندهم لوحة ذكية فمن الأحسن أنه تروح بفلاش ديسك وتحضر الدرس تاعك على باوربوينت. إذا يستعملوا مثلاً الطبشير ولا يستعملوا الماركر فهذا ماشي مشكل، إذا يستعملوا تولز ثانيين فمن الأحسن لازم تعرف. وبهذا أصدقائي صديقاتي نتمنى عجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تنسوا الاشتراك في القناة، خلوا لي رأيكم في خانة التعليقات. وهذا الفيديو في الحقيقة درته لأنه سمعت مؤخراً أنه أساتذة اللغة الإنجليزية مطلوب منهم ولا طلبوا منهم درس تجريبي باش يشوفوا مهارات التدريس تاعهم. بزاف اللي حاصلين بزاف اللي ما عبرهم شو الدرس التجريبي لأنه فكرة جديدة على الجزائر، لكن ببساطة هذا هو الدرس التجريبي. إذا تبعت الخطوات من 1 إلى 6 ولا من 1 إلى 5 راح إن شاء الله تفوت على درس تجريبي جدا ناجح. ونتمنى لكم التوفيق كامل، ما تنسوا الاشتراك في القناة، وبين قوسين مازلت بخيماني، كان المرة اللي فاتت ماشي مقلب لكن كانت فكرة كنت حابة نحققها والحمد لله تحققوا واش كان في بالي.